فأقول أيها الأحبة، لا بد أن يكون الشاب قريب من أهله. كيف ذلك يا شباب؟ من منا الآن، أنتم الآن يا شباب، كل واحد اللي معه هاي الوسخة مرتين، واللي معه كافي، واللي معه دي بربع، واللي معه مدري شو، واللي معه سيارة، وشغلنا بالليل وبالنهار تغبير وغسل، وتغبير وغسل، وتضليل وفك تضليل، وما أدري وش يسمونه اللي تحت جلي وما جلي وما أدري وش، وتنمير وشغل. يعني لو اهتم، لو أعطى الشاب لأهله ساعة، وأقول جربوها يا شباب، أقول أنت شاب واجب أن تكون على قدر من المسؤولية. لا تجعل لأختك لذئب من الذئاب أن يفترس أخت من أخواتك بهذا الانشغال في أمور ليست أهم من عرضك. فوالله كم من شاب حضر إلينا وهو يبكي بكى مريض ويقول والله لو أشتري حياتي، أشتريه مقابل حياتي، أشتري عرضي مقابل حياتي. أقول هيهات، هيهات هذا الكلام. الكلام هذا من أول يوم أنه بيدك، لكن الحين تجاوزت المرحلة. فأنا أقول من منا فكر يوم من الأيام أنه يأخذ أهله، ياخذ اخته، خواته، ثلاث، اثنتين، اربع، يشيلهم ويقول والله مشينا، انا بروح انا وياكم ناخذ عصير من المحل الفلاني ونطلع من بزاويه لمكان. مستحيل. بل بعض كثير من الشباب يستنكر هذا التصرف، يقول لا انا الحمد لله اشيل اختي فاضي لها عسى يتحمل اودي المدرسه والجامعه، بعد غصب علي لو حصل لي بعد خليت تروح رجل، خليت تروح رجل. لا يا احبه، هذه شعره وجهك، هذه إن حافظت عليها، حافظت على هالجرة هذه حتى تخرج إلى زوجها وهي محفوظة مصونة مكنونة، أبشر بالخير. وأنا أقول لا بد الإنسان يفكر. لا تجعل لأختك مجال أن تفضفض لي الفتاة السيئة في المدرسة. كم من فتاة يا شباب سيئة تستطيع أن توفر للفتاة ماذا تريد؟ قبضنا على فتاة بالاختبارات الماضية هذه في أسواق النخيل، شالها صاحب سيارة جمس و ضيع نماذج الأرواح. راح الرجال رجع بعد يمكن 5 ساعات أو 4 ساعات، يوم قبضنا عليه على البنت وسألنا، قالت أنا والله الذي لا إله غيره حتى الجوال ما معي جوال، حتى الجوال ما معي جوال. أبوي ما معه يا إخوان بلاك بيري. كيف جبتي بلاك بيري؟ قالت زميلتي في المدرسة الكلية هي من أهدتني هذا الجوال البلاك بيري، وأهدتني معه شاب آخر، اختارت لي شاب حلو وسيم زي أبو حنان، وقالت له ها، قالت إن هذا الإنسان هو عريس المستقبل، وهو رجل فتى أحلام، و فلعب عليها هذا الشاب واستحوذ عليها وقام بإخراجها من أهلها ومن حشمتها وحيائها إلى أرض الربيلة.